مساء الخير مشاهدينا أينما كنتم، حلقة جديدة من شوط إضافي لليوم، وفيها باريس سان جيرمان يقيل مدربه ماوريسيو بوكيتينيو ويعين كريستوف غالتييه لخلافته. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إقالة مديره الفني ماوريسيو بوكيتينيو في بيان نشره عبر حسابه على تويتر. قال فيه: باريس سان جيرمان يؤكد أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينيو. يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينيو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل. خروج النادي الباريسي بقيادة بوكيتينيو من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد هي النقطة التي أفاضت الكأس لدى إدارة العاصمي، ما دفعها لإقالة الرجل بعد سنة ونصف من تعاقدها معه خلفا للألماني توماس توخيل. حتى فوز بوكيتينيو بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي لم يشفع له ليبقيه على رأس الجهاز الفني وليصطف إلى جانب مدربين آخرين عاطلين عن العمل. لم تنتظر إدارة الباريسي طويلاً بعد إعلان رحيل بوكيتينيو حتى وقعت مع هذا الفرنسي كريستوف غالتييه، هو المدرب السابق لناديي ليل ونيس. السؤال لكن دائماً يبقى: هل يتمتع المدرب الجديد بقوة شخصية تسمح له بإدارة نجوم من حجم ميسي ونيمار ومبابي؟ وهل سيحقق معهم ما عجز مدربون آخرون عن تحقيقه؟ أم سيكون غالتييه هو الضحية المعتادة للإدارة في حال لم يستطع جلب لقب دوري الأبطال إلى ملعب حديقة الأمراء؟ لا يوجد لاعب أكبر من الفريق، وهدفي ليس تعليم اللاعبين كيفية اللعب، لكن يجب التأكد أن مجموعة المواهب الموجودة بإمكانها اللعب كمجموعة واحدة وبقوة كبيرة. بالنسبة لنيمار، فهو لاعب من طراز عالمي مهم جدا في فريقنا، لكن يجب إيجاد التوازن في الفريق. إلى الآن لم ألتقي به، لذا أود ذلك لسماع ما سيقوله، لكن طبعا أرغب أن يبقى نيمار معنا. فمن الجيد أن تكسب لاعبين من طرازه لا أن تلعب ضدهم. أما فيما يخص مبابي فهو لاعب شاب وموهوب، لكن علينا ألا نزيد الضغط عليه. يجب أن يكون قادرا على التعبير عن نفسه كلاعب في الفريق وأن يكون جزءا لا يتجزأ كما كان في الموسم الماضي، لكنه يظل لاعبا واحدا خارج فريق يجب أن يكون قويا للغاية. فقط أود التنويه بأن باريس سان جيرمان خسر مع ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وليس في ربع النهائي. طبعا ما يقال عن هذا المدرب، العديد تساءلوا لماذا هذا الرجل بالتحديد. يعني كان هناك حديث عن زين الدين زيدان أن يأتي ويقود هذا الفريق من أجل الحصول على لقب دوري الأبطال. هذا هو شغف نادي إدارة باريس سان جيرمان أعزائي المشاهدين، يريدون الحصول على هذا اللقب. لا يهم بالنسبة لإدارة الباريسي لا جلب لقب الدوري ولا السوبر الفرنسي ولا حتى كأس فرنسا، كل هذه الألقاب كانت في المتناول وأي مدرب صراحة يستطيع أن يأتي بهذه الألقاب، ولكن اللقب الذي تطمح إليه الإدارة هو لقب دوري أبطال أوروبا. توخيل بعد إقالته ذهب إلى نادي تشيلسي، في 6 أشهر صنع فريقا واستطاع أن يأخذ اللقب، ثم تحدثوا طبعا بأن ليوناردو المدير الرياضي السابق هو من تحمل مسؤولية هذا القرار بأن يسمح لتوخيل أو تقيل الإدارة توماس توخيل يذهب بعد ذلك إلى تشيلسي ويحقق ما حققه الرجل هناك. 7 مدربين تم تغييرهم خلال فترة رئاسة الإدارة برئاسة ناصر الخليفي لنادي باريس سان جيرمان إلى حد الآن، كل التركيز على والثقل على دوري أبطال أوروبا، ولكن إلى حد الآن لم يستطع أي من المدربين جلب
هذا اللقب. بالنسبة لغالتييه يقال بأن هذا الرجل يتمتع بشخصية قوية، كل من عرفه في نادي نيس ونادي ليل يقول بأنه رجل صعب المراس، ليس لديه لاعب أكبر من الفريق كما تحدث في المؤتمر الصحفي. يعني هذه أول نقطة ذكرها بأن لا أحد أكبر من النادي، يعني أنا لدي نيمار ومبابي ولدي ميسي ولكن لا أحد أكبر من النادي، أنا المدرب وأنا لي الكلمة العليا. الجميع طالب بزين الدين زيدان، لماذا؟ لأن هذا الرجل لديه ثقله كمدرب وكلاعب سابق، هو أسطورة بالنسبة سواء كان لفرنسا أو لنادي ريال مدريد، فلذلك كلمته مسموعة. في حال أتى إلى النادي يستطيع أن يحتوي النجوم سواء ميسي أو نيمار أو حتى مبابي، ولكن أتى هذا الرجل لا نعلم يعني هل سوف يستطيع التعامل مع هؤلاء النجوم أم سوف يصطدم مع النجوم وسوف يحدث السيناريو الذي حدث في السنة الماضية عندما تراخى، يعني هناك تراخي كان من اللاعبين في مباريات دوري أبطال أوروبا خصوصا في مباراة الإياب أمام نادي ريال مدريد وما كلفته الخروج طبعا من المسابقة بطبيعة الأحوال. نذهب إلى صحف فرنسا التي تحدثت أيضا عن إقالة بوكيتينو، نبدأ مع صحيفة ليكيب التي قالت الكلاسيكو الجديد، تعيين الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب لباريس سان جيرمان والكرواتي تودور مدرب الأولمبيك مرسيليا. طبعا تقول الكلاسيكو الجديد لأن يعني نحن نعلم بأن في فرنسا هذان الفريقان هما دائما يشكلان قطبان لفرنسا على مستوى كرة القدم الفرنسية، مدرب جديد بعد ساو باولي الذي رحل الأرجنتيني عن تدريب نادي مرسيليا وأيضا غالتييه الذي أتى إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. نذهب إلى صحيفة لو باريزيان أيضا، ماذا تحدثت عن هذا الموضوع؟ تقول إقالة بوكيتينيو رسميا وضعت صورة للرجل وخلفه طبعا المدرب الجديد. تقول المدرب الأرجنتيني لم يترأس الفريق الأول منذ صباح الثلاثاء، النادي أنهى تعاونه مع المدير الفني الذي وصل في يناير من عام 2021. طبعا الألقاب التي استطاع تحقيقها هذا الرجل مع نادي باريس سان جيرمان كان الدوري الفرنسي إضافة إلى كأس السوبر الفرنسية وأيضا إلى كأس فرنسا كأس الجمهورية الفرنسية، هذه الألقاب التي حققها موريسيو بوتشيتينيو مع النادي الباريسي. نذهب إلى السوشيال ميديا لنرى ماذا كتبت وكيف تفاعلت مع هذا الخبر. نبدأ مع تغريدة لأبو عبد العزيز يقول باريس سان جيرمان يعلن إقالة المدرب موريسيو بوتشيتينيو، وتوج المدرب الأرجنتيني مع الفريق الباريسي بالدوري في الموسم المنصرم كأس الأبطال السوبر وكأس فرنسا في عام 2021، لكن بوتشيتينو فشل في قيادة رفاق ليونيل ميسي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. طبعا هذا هو المعيار بالنسبة لهذا النادي، الفوز بدوري أبطال أوروبا. نذهب إلى تغريدة أخرى، تغريدة أخرى أيضا حول هذا الموضوع نأخذها من حساب محمد يقول بغض النظر عن طريقة تعامل ليوناردو والخليفي مع الموقف والتكهنات العلنية من حولهم وهو ما كان يزيد من حجم الضغوطات، إلا أن بوكيتينيو أيضا أخفق وتراخى وسقطت معه المجموعة بصراحة، وهذا رأيي ومع أني أحد المعجبين بعمله في توتنهام لكن سمعة البوتش كمدرب تسبق قدرته في الواقع. تغريدة أيضا حول هذا الموضوع من محمود البي يقول كما كان متوقعا تمت إقالة موريسيو بوكيتينيو من تدريب باريس سان جيرمان بعد 18 شهرا من توليه منصبه، الغريب أن باريس قرر اللجوء إلى كريستوف غالتييه لخلافته وليس اسما كبيرا سواء مورينيو أو زيدان بسبب رفض البرتغالي ترك روما وزيزو ينتظر قيادة فرنسا بعد مونديال قطر. دوري المتقاعدين أو دوري نهاية الخدمة هذا ما يطلقه بعضهم على الدوري الأمريكي لكرة القدم، والذي بات في الآونة الأخيرة يستقطب كبار نجوم القارة العجوز ممن شارفت مسيرتهم الاحترافية على الانتهاء. مزيد من التفاصيل في سياق المادة الآتية.
تعتبر رواتب لاعبي كرة القدم من أهم القضايا التي يتم الحديث عنها عند التعاقدات مع اللاعبين أو تجديد عقودهم وتؤثر في ميزانيات الأندية. صحيفة ذا صن البريطانية استعرضت في مادة أعلى اللاعبين أجراً في كل قارة من القارات الست، البداية بالطبع من القارة الأوروبية. إمبابي، كيليان إمبابي النجم الشهير في الآونة الأخيرة، هذا اللاعب الذي يلعب مع باريس سان جيرمان والذي تحدث عنه الكثيرون بأنه موهبة صاعدة وصاروخ في كرة القدم، وكثر الحديث عنه أيضا بأنه سوف ينتقل إلى نادي ريال مدريد. الجميع يعلم ما هي القصة، تأخر في تجديد عقده مع النادي الباريسي، كان ينتهي في هذه الصائفة، ولكن اللاعب قرر بعد فترة من التفكير أن يبقى في نادي باريس سان جيرمان وأن لا يخرج إلى نادي ريال مدريد ليصبح هو اللاعب الأعلى أجرا في قارة أوروبا بشكل عام. كيليان إمبابي مشاهدينا يتقاضى 50.5 مليون يورو سنويا، طبعا في العقد الجديد لهذا اللاعب أصبح يتقاضى مليون يورو في الأسبوع الواحد، يعني خلال أسبوع واحد كيليان إمبابي يأخذ مليون يورو، رقم كبير جدا لهذا اللاعب. نذهب إلى القارة الأمريكية الجنوبية اللاتينية، الأرجنتيني ليونيل ميسي في قارة أمريكا، نجم باريس سان جيرمان أيضا الذي انتدبه الفريق من نادي برشلونة بعدما انتهى عقده وخرج بصفقة انتقال حر نتيجة المشاكل الاقتصادية التي نعلم جميعنا كيف يعاني نادي برشلونة من هذه المشاكل. ميسي يتقاضى 33.4 مليون يورو سنويا، ما يقارب أسبوعيا حوالي 960 ألف، يعني أقل من مليون، أقل بقليل من مبلغ إمبابي في الأسبوع الواحد. أيضا نجمنا العربي محمد صلاح، النجم المصري الكبير الذي طبعا هو في قارة إفريقيا يلعب مع المنتخب المصري ونادي ليفربول لكرة القدم، تصدر قائمة أعلى لاعبي قارة إفريقيا من ناحية الأجر وذلك بعد تجديد عقده. نعلم أيضا بأن محمد صلاح تأخر في تجديد عقده مع نادي ليفربول، عقده كان سينتهي في 2023، وكان هناك أنباء تتحدث عن عدم توافق بين الرؤى بين إدارة ليفربول وأيضا محمد صلاح، لأنه طلب أن يكون الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي أو الأعلى أجراً حتى في نادي ليفربول، تم منحه عقد أفضل وراتب أفضل، حالياً هو أعلى أجراً في أفريقيا، يتقاضى حوالي 21.17 مليون يورو في السنة الواحدة، يعني تقريباً حوالي 350 إلى 400 ألف باوند إذا تحدثنا ببريطانيا في إنجلترا. نذهب الآن إلى النجم الآخر الكوري سون هيونغ مين، طبعا قارة آسيا، هذا لاعب توتنهام نجم كبير تصدر قائمة أعلى لاعبي قارة آسيا أجرا، ولكن يعني الكل يعلم بأن هذا اللاعب ربما كان يعني ربما كان هذا اللاعب يستحق مبلغ أكبر من المال. أنا بتكلم طبعا عن هيونغ مينسون لأنه جدد عقده من فترة قصيرة مع نادي توتنهام الإنجليزي وكان يستحق أن يحصل على عرض أفضل وراتب أفضل، ربما وكيل أعمال اللاعب لم يستطع أن يوفر له شروط أفضل مع نادي توتنهام في العقد تجديد العقد الأخير. سون كان يتشارك مع محمد صلاح في ريادة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سجل 23 هدف في الموسم الماضي وقدم عدد تمريرات حاسمة لا بأس به كذلك، شكل ثنائية رائعة، كل من يتابع الدوري الإنجليزي يعلم بأن هيونغ مينسون شكل ثنائية رائعة مع هاري كين نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم. طبعا هذا هو اللاعب الذي أعفي من الخدمة العسكرية، ذهب وخدم لفترة مع كوريا الجنوبية ومن ثم تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية. نذهب الآن إلى نجم الولايات المتحدة الأمريكية كريستيان بوليسيتش، وهو أيضا نجم نادي تشيلسي، تصدر قائمة أعلى لاعبي قارة أمريكا الشمالية أجرا، يعني هذا اللاعب يلعب مع تشيلسي، يتقاضى 7.2 مليون يورو سنويا، أتى من نادي بروسيا دورتموند، ولكن الغريب بأن هناك لاعبين يعني هكذا يقولون بأنهم أكفأ من بوليسيتش ولكن غير موجودين في هذه القائمة ممن يتقاضون رواتب عالية على مستوى القارات بشكل عام. نذهب إلى قارة أوقيانوسيا،
لنجد بأن كريس وود النيوزيلندي ونجم نادي نيوكاسل تصدر قائمة أعلى لاعبي القارة من ناحية الأجر. هذا اللاعب المنتقل حديثا إلى نادي نيوكاسل كان مع نادي بيرنلي الذي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الشامبيونشيب، يتقاضى 3.2 مليون يورو سنويا. لم يحقق إلى حد هذه اللحظة الأداء المأمول منه، ولكن ربما في الموسم المقبل سوف يقدم مستويات أفضل مع كتيبة أفضل وتعاقدات لنادي نيوكاسل لكرة الإنجليزي. إلى هنا أعزائي المشاهدين أصل وإياكم إلى ختام جولتنا الرياضية لهذا اليوم في شوط إضافي جديد غدا بتمام 7:30. إلى اللقاء.